أشاد سعادة السيد علي بن محمد رميحي وزير شؤون الإعلام بالرعاية السامية من لدن جلالة الملك المفدى القائد الأعلى لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع في نسخته الثانية، باعتباره أحد أهم الأحداث الدولية التي تعكس مكانة مملكة البحرين المرموقة في صناعة المعارض والمؤتمرات الدولية، وتعزز من دورها الريادي كشريك محوري في حفظ الأمن والسلم الإقليمي والعالمي. وأشار رميحي لدى زيارته إلى مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ومتابعته لسير العمل وأخر التجهيزات الإعلامية والفنية داخل المركز الإعلامي إلى جاهزية المملكة لاستضافة هذا الحدث العالمي بفضل المتابعة المباشرة من سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض والمؤتمر، وتضافر الجهود الوطنية لإنجاح هذه الفعالية بمشاركة دولية واسعة وعرض أحدث التقنيات والمعدات الدفاعية لأكثر من 200 شركة من 60 دولة. وأوضح أن تنوع المشاركات الدولية يكتسب أهمية كبيرة في دعم استراتيجية تطوير وتحديث قوات دفاع البحرين والتي أرسى قواعدها جلالة الملك المفدى القائد الأعلى. ونوه الرميحي إلى حرص وزارة شؤون الإعلام على تقديم التسهيلات الإعلامية والفنية اللازمة لتمكين وسائل الإعلام المحلية والدولية من تغطية هذا المعرض الدولي والمؤتمر المصاحب له. وأكد سعادته أن إقامة هذا الحدث الدولي بعد أيام قليلة من استضافة المؤتمر الدولي حول أمن الملاحة البحرية والجوية يعد قصة نجاح وشهادة دولية جديدة على تميز البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى بنهجها الدبلوماسي الحكيم وأجوائها التنظيمية المثالية واستراتيجيتها الدفاعية الداعية إلى تفعيل التحالفات الدولية في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار.